منتدى الإعلام العربي هل رح يبقى؟ بعد انتهاء أزمة كورونا رجع منتدى الإعلام العربي، وبدورته العشرين حبينا نسأل ضيوفه على منتدى الإعلام العربي، يا ترى هل رح يبقى بشكله الواقعي خصوصا بعد تحول كثير من وسائل الإعلام إلى التواصل الاجتماعي وإلى الشكل الافتراضي في المستقبل؟ أعتقد هيظل أن التواصل بشكل مباشر هو أفضل وسيلة لتقارب الأفكار. إحنا جربنا التجربة بتاعت فترة كوفيد، وكان موضوع التباعد أو موضوع أن إحنا نعمل ده فيرتشوال ما كانش أفضل حاجة بالنسبة للإفينشنسي، يعني ما كانش فعال أكتر، ما كانش إفكتيف أكتر. لا، بشوف انه هيكون مفيد جدا لما يكون عندنا ده سنويا، ولكن لازم يكون في نتائج بقى على ارض الواقع. النهارده كنا بنتكلم او النهارده كان في جلسه من الجلسات انا سمعتها في فكره الجاب، وعجبتني الفكره قوي، فبشوف بقى انه السنه الجايه ممكن نشوف حل للجاب دي. يعني يمكن رؤوس الموضوعات اللي بيناقشها المنتدى بيتأكد قد إيه هو يعني بيتزامن وبيواكب العصر وبيواكب المتغيرات اللي موجودة في سوق الإعلام وفي صناعة الإعلام، وبالتالي وجوده كل سنة بهذا الزخم وبهذا الكم الكبير من الخبراء وكبار الصحفيين والإعلاميين بيدي رسالة إلى أن إحنا قادرين في المنطقة العربية على مواكبة هذه المتغيرات، وبالتالي مواكبة هذه المتغيرات بيأثر على الرسالة الإعلامية اللي بيتم تقديمها، لأن الإعلامي بيطور نفسه والصحفي بيطور نفسه وبيتعامل بأدوات جديدة وآليات جديدة، وبالتالي بيكون حريص على تجديد نفسه وتطوير نفسه